في بقى لما تبقى ست حلوة قوي 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 بيقول لك الست دي صاروخ. ليه صاروخ؟ صاروخ يعني ايه صاروخ؟ ايه علاقة الصاروخ ده؟ الصاروخ ده شكله وحش جدا على فكرة اساسا، الصاروخ شكله ما فيهوش اي جمال، يعني آلة شيء كده من بعيد شبه اللبوسة، بتودينا في حتة تانية. ايه؟ من بعيد شبه اللبوسة، زي اللبوسة، لا في كيرفز مثلا ولا في أنطرة ولا أبمرة ولا السرعة. طب يعني ايه هي اسرع حاجه على وجه الارض؟ هي سريعه يعني الست اللي لا اللي هي سريعه صاعده يعني طالعه لفوق تشرخ يعني انك بتصيبي الهدف في اقل وقت من الزمن. طب ليه ما اقولش قمر صناعي؟ لا القمر الصناعي بيلف لا صناعي يعني بقى يبقى هي صناعي. لا اتكلم طيب على فكره اتفضلي حضرتك اكسايتنج قوي اكسايتد قوي. اصل انتوا بتقولوا مش بتفسروا الكلام، انا بحاول احلل للجمهور. طب ما انا ما حللتش الصاروخ. طب اتفضلي حضرتك. المقصود بيه السرعه في اصابه الهدف، فاللي هو دخلت عليه خطفته لخبطته انبه اقول لك صاروخ. والله اضافت ايه بقى قولي لي كده؟ لا هي مبررات غير مقنعه. لا هي عملت ايه؟ احنا بنحاول صاروخ. يعني ما تنفعش مركبه فضائيه؟ ما هي مركبه فضائيه بتقعد تلف فوق وما مش بتنطلق بالسرعه دي. اه يعني هو الهدف في سرعتها؟ سرعتها في اصابه الهدف؟ مفيش حاجه بالسرعه دي زي الصاروخ. ممكن اقول نقطتي؟ احنا بنجتهد على فكره. اقول نقطتي صاروخ؟ اتفضلي. الفلوس بقى ليها مصطلحات تانية خالص خالص، وانا من احدى